مرحبا، اليوم من داون تاون احلى بيروت بدنا نحكيكم عن الحمار. هو الحمار مخلوق كتير صبور وخدوم، بس للاسف الله مصد فيه صفة الحمار. اوكي جايز، هون بالداون تاون العالم فوق كلها مهيصة، ناس عم تلعب طاولة، ناس عم تلعب ورق، وناس عم تلعب بالباي بلياردو. بقى بقول لرفيق شكل الناس هون كلها لعيبة، قلت له خيي مبينين كلهم لعيبة أكيد، بس إلا ما يكون بيناتهم في واحد حمار. قال لي مستحيل، الحمار ما بقول عن حاله حمار. قلت له خيي بنشوف، الحمار المفروض يستتر، بس إنه بنجرب. وقفنا هيك يا شباب بالداون تاون، اللعيبة على اليمين والحمير على الشمال. أكيد طلعنا هيك، everybody ignores us، ما حدا عبرنا ليش؟ لأنه ما في حمير، مظبوط؟ وكفوا لعب الشباب، وإذ ما في دقيقتين بفز لك واحد شاور علي، أنا بدي قاضيك، أنا بدي أسحبك على المحكمة، أنا بدي جزيك وعمل قضية رأي عام. قلت له يا خي أنت مين؟ قال أنا الحمار وبدي اعتذار. يا خي إذا أنت الحمار هيدي مشكلتك، قبل ما يفز بالهواء ويخبط يقول لي أنا بدي أعمل قضية رأي عام، بدي جرجك على المحاكم وبدي أحبسك إذا ما بتعتذر. هلا من داون تاون خي طلع الحمار بده اعتذار. وفي بيسألني اعتذرتوا منه؟ قلت له لا، خلي القضاء والمحاكم تعتذر منه. ومشان هيك بدنا نهدي له الحمار، بدنا نغني له لمين؟ لشيرين. بقول له شو الغنية؟ يا شو الغنية؟ يا بتفكر يا بتحس بس ما فيك تتحمر بالنص. فرجيهم داون تاون للشباب. الساعة صح؟ وقفت؟